thank you بسم الله الرحمن الرحيم حمدا لله وصلاه وسلاما على مصطفى وعلى اله وصحبه ومن والاه وبعد مرحبا بكم ايها الساده المشاهدون في برنامجنا رحمه للعالمين مع الانبياء والرسل عليهم الصلاه والسلام ما احيل الحديث عن هؤلاء الانبياء فبعد ان قضينا وقتا ممتعا مع فضيله الشيخ مع سيدنا سليمان وسيدنا داوود فقد ان الاوان ان ننتقل إلى سيدنا يونس عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام شيخنا الجليل كلما ذكر سيدنا يونس ذكر معه الحوت فكأنهما قرناء ولكن قبل أن ندخل في موضوع قصته مع الحوت لا بد أن, يعني أن تتفضل بشيء من التهيئة والتقدمة لهذه المسألة نعم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه يونس عليه الصلاه والسلام نبي عظيم ورسول كريم من انبياء بني اسرائيل وذكر في القران بثلاثه اسماء او بثلاثه مسميات تدل عليه جميل بيونس ايوه وصاحب الحوت ايوه وهذا كما ذكرت يدل النون هو الحوت كذلك النود، النون ذا النون يعني صاحب الحوت، ذا النون ذا بمعنى صاحب وذكر ايضا بصاحب الحوت الحوت وهذا يدل على العلاقه العظيمه او يعني القصه التي كانت ليونس في قضيه الحوت و يعني ما كان منه في هذا هذا الامر العظيم الذي حصل له وما في هذا الامر من نعم. العظات العظيمة والكثيرة والعبر نعم. يعني التي يعتبر بها أولو الألباب ونسأل الله يجعلنا وإياكم نعم. والمستمعين من المعتبرين نعم. آمين إن شاء الله سيدنا يونس عليه الصلاة والسلام قبل أن ندخل في مسألة الحوت وقصته معه في بطن الحوت نحب أن نتعرف عليه باعتبار أنه نبي أو رسول هل بعث الى قوم معينين وكيف قام بدعوته اياهم وما الذي الجاه الى البحر؟ نعم نعم يونس عليه الصلاه والسلام نبي كريم ورسول عظيم عليه الصلاه والسلام بعثه الله سبحانه وتعالى الى الى قوم فامنوا به فامنوا يعني قصه يونس اهل التفسير بينهم يعني خلاف هل القوم الذين تركهم لان يونس كما سياتينا في تضعيف الكلام لم يصبر على قومه فتركهم فتابوا الى الله سبحانه وتعالى وانابوا ورفع الله سبحانه وتعالى عنهم العذاب ثم بعد قصه الحوت قال سبحانه وتعالى: وارسلناه الى مائه الف او يزيدون فامنوا فمتعناهم الى حين فأهل التفسير يعني مختلفون. هل نعم. الأقوام الذين قبل الحوت، يعني هذا تاريخ نعم. نعم. هم نفسهم مثل الهجرة وبعد الهجرة نعم. هل الأقوام الذين نعم. قبل حادثة الحوت هم أنفسهم الذين بعد حادثة الحوت؟ أيوة فبعضهم يقول هؤلاء قوم وهؤلاء قوم نعم وبعضهم يقول بل هؤلاء نفس القوم والله نعم. سبحانه وتعالى علم لأننا في مثل هذه الأمور يعني نقف عند النص والنص محتمل يعني محتمل لكلا القولين قد يكون أرسل إلى قوم قبل حادثة الحوت وحصل منهم ما حصل معه وحصل منه ما حصل معهم لأن يونس لم يصبر على هؤلاء وتوعدهم بالعذاب وأنه سيأتيهم العذاب ثم بعد حادثة الحوت العظيمة ايضا الله سبحانه وتعالى ارسله الى الى يعني الى قوم هل هم نفس القوم او غيرهم الله تعالى اعلم فامنوا به يقول سبحانه وتعالى فمتع وارسلناه الى مئة الف او يزيدون فامنوا به فمتعناهم الى ماذا متعناهم الى حين والمشهور ان يعني كما يذكر اهل التفسير ان يونس من الاقوام الذين ارسل اليهم اهل نينوى نينوى يعني هي بلدة معروفة في العراق نعم. وهي يعني من الموصل أو هي نفسها بلدة أو مدينة الموصل فيونس نعم. عليه الصلاة والسلام يعني أرسل إلى أقوام في هذه البلدة نعم. فيعني حصل منهم ما حصل وحصل منه ما حصل يعني دعا قومه ويعني وبيّن لهم أن الله الذي خلقهم هو المستحق للعبادة لأن هذه هي دعوة الأنبياء جميعا يعني قد يسأل سائل يقول لماذا يرسل الله الأنبياء والرسل أول قضية لأجلها أرسل الله سبحانه وتعالى الأنبياء والرسل هو تحقيق شهادة أن لا إله إلا الله كما قال ربنا سبحانه وتعالى وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون فهذه القضية الكبرى التي لأجلها يرسل الله الرسل ويسير الأنبياء على مضمونها وهي الدعوة إلى حق الله سبحانه وتعالى وإلى عبادة الله سبحانه وتعالى فما كان من هؤلاء القوم إلا أن أعرضوا وصدوا فتوعدهم يونس عليه الصلاة والسلام وتركهم وقال سيأتيكم العذاب ولكن عندما تركهم يعني خرج لم, لم يغضب لنفسه نعم غضب لله يعني لكن الاشكال نعم. اين؟ الاشكال نعم. انه خرج من غير اذن أيوة. تركهم من غير ان ياذن الله سبحانه أيوة. وتعالى أيوة. له لذلك أيوة. ماذا قال الله في القران في وصف هذا أيوة. الخروج وهذا الذهاب أيوة. قال اذ ابق الى الفلك المشحون ابق يعني هرب أيوة. والابق يطلق على نعم. العبد اذا هرب نعم. من سيده من نعم. فس يونس يعني تركهم طيب. وتوعدهم مزارة. بالعقوبة ويعني بعد أن يئس منه. منهم مم. لكن العجيب أين العجيب في هذه القضية مم. والله ربنا يفعل ما يشاء سبحانه وتعالى مم. يعني في أنبياء صبروا مم. على أقوامهم وأصر أقوامهم على سوء حالهم حتى أتاهم العذاب يونس لم يصبر عليهم بعد مم. أن توعدهم مم. بالعقوبة وتركهم عليهم. فما كان منهم إلا أن أنابوا إلى الله بعد أن تركهم موسى خافوا بعد أن تركهم عفوا يونس خافوا وأنابوا إلى الله سبحانه وتعالى يقول سبحانه وتعالى فلولا قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين فقوم يونس لما تركهم يونس آمنوا وتابوا وكما ذكر التفسير أنهم خرجوا بلباسهم القديم هم وأطفالهم ونساؤهم ودوابهم وجاءوا إلى الخرس حسوا أن العقوبة ستنزل عليهم فلما جاءوا إلى الله سبحانه وتعالى عفى الله سبحانه وتعالى عنهم بينما يونس عليه الصلاة والسلام وهو نبيهم ركب البحر وابتلاه الله سبحانه وتعالى بقصة الحوت يعني يعني قصة الحوت نعم قصة أما قصة الحوت الحوت يعني الحوت الكبير ولا السمك ولا؟ لا الحوت هو الحوت الحوت الكبير الكبير لا شك لانه يعني في القران يذكر الحوت ايضا بالسمك اي نعم اتنا غدائنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا اي نعم آه نعم لا شك, آه شك يعني هذا يختلف على حسب اللهجات يعني بعض الناس في بعض البلدان نعم يسمون السمكه يسمونها حوت وبعض الناس يعني يطلق الحوت على يعني الحوت الذي هو معروف. نعم ولا شك ان حوت يونس كان حوتا كبيرا, كبيراً نعم لان الله ذكر انه التقمه نعم فالتقمه الحوت وهو مليم, مليم. فيونس كله كان في بطن الحوت. سبحان فهذا هذا الحوت وقصه الحوت نعم ذكرها ربنا في عده مواطن من كتابه سبحانه وتعالى. وهي ان الله سبحانه وتعالى كما في سوره سوره الانبياء قال نعم. وذا اذ ذهب مغاضبا. نعم. يعني ترك قومه يعني غضبان. نعم. من غير اذن من رب العالمين نعم. وذا اذ ذهب مغاضبا نعم. فظن ان لن نقدر عليه. وهنا اقف وقفه في بيان نعم. معنى هذه الايه. نعم. بعض الناس عندما يقرا هذه الايه وظن ان لن نقدر. يظنون ان لن نقدر اي من القدره وان يونس عليه الصلاه والسلام كان يظن ان الله لا يقدر عليه حاشا اللي يونس ان يظن هذا الظن لان هذا الظن ما يظنه ما يظنه يعني اجهل الناس لو سالت من سالت وقلت له هل الله يقدر يقول نعم الله يقدر علي فكيف بيونس لكن المعنى الصحيح لهذه الايه وظن ان لن نقدر عليه اي ان لن نضيق عليه يعني ما ان لن نضيق عليه اي في بطن الحوت ظن نعم. ان الله لن يضيق عليه ما كان يظن الله. ان الله سيفعل به ذلك لان القدر نعم. منه من معانيه التضييق يبسط الرزق نعم. لمن يشاء ويقدر يبسط يعني يفتح الرزق لمن يشاء سبحانه وتعالى ويضيق الرزق سبحانه وتعالى على من يشاء فظن ان لن نقدر عليه ما كان يونس يظن ان الله سبحانه وتعالى سيعاقبه هذه العقوبه بالتضييق او قيل في معنى ان لن نقدر عليه من القدر اي ان الله لن يقدر عليه ما كان يظن ان الله سيقدر عليه ما حصل ما حصل له ثم تبين له لما صار في بطن الحوت ماذا لما صار في بطن الحوت أن الله كتب عليه هذه القضية وهي ماذا التضيق يقول ربنا سبحانه وتعالى وذنوني إذ ذهب مغاضبا آه فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك سلام. إني كنت من الظالمين سلام. نادى في الظلمات ما هي الظلمات التي أرادها الله سبحانه وتعالى وأشار الله سبحانه وتعالى إليها في هذه في هذه الآية فنادى في الظلمات أي في ظلمة بطن الحوت لأنه في بطن الحوت لا نور ولا يعني في ظلمة شديدة والقضية الثانية فنادى في الظلمات الظلمة الثانية ظلمة الليل او عفوا ظلمة البحر ظلمة البحر لان حوت هذا ولا حو... بعض الحيتان مم. ينزل مسافات عظيمه والبحر في ذاته ظلمات ظلمات, بعض ظلمات بعضها البحر. يعني البحر في بداياته لم ترى مم. الاولى 100 متر 200 متر انوار لكن بعد ذلك ظلمات مم. لا ترى فيها شيئا مم. فهذه الظلمه الثانيه ظلمه الظلمه الاولى ظلمه بطن الحوت الظلمه الثانيه ظلمه البحر والظلمه الثالثه ظلمه الليل فنادى في مثل هذه الحالة فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين وهنا يعني أقف وقفة تذكيرية ذكر فيها نفسي وإخواني المستمعين ألا وهي أن هذه الحالة التي وقعت ليونس ونجاه الله سبحانه وتعالى منها كما سنعرف الأسباب ستقع لكل واحد منا كل واحد منا ستقع له هذه الحالة سيكون في الظلمات وسيكون في الضيق وسيكون مكروما أين ذلك؟ بعد مغادرة هذه الدنيا بعد مغادرة هذه الدنيا سنوضع جميعا في القبور والموفق حقيقة لا ينسى هذه القضية يعني بعض الناس لا إذا ذكرته بهذه القضية يحاول أن يتملص وأن ينسى هذه لا بد منها لذلك النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها فإنها تذكركم الآخرة فقبرك مثل بطن مثل بطن الحوت قبر كل إنسان مثل بطن الحوت يوسع عليه بماذا يوسع عليه بعمله الصالح هل يعتبر هذا من الابتلاءات التي يعني قد يقع للإنسان في حياته نوع من الابتلاءات والفتن نعم هذه الفتنة لا بد منها لكن بعد الحياة بعد المو... إذا نعم. مات الإنسان أيوة. القبر كما أيوة. قال النبي صلى الله عليه وسلم يوسع على المؤمن أيوة. ما على المؤمن في هذه الدنيا إلا أن يجتهد نعم. في طاعة الله سبحانه وتعالى النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال يتبع الميت ثلاث فيرجع اثنان ويبقى واحد يتبعه ماله وولده وعمله فيرجع ماله وولده ويبقى عمله هذا العمل إن كان صالحا وسع الله سبحانه وتعالى لك في قبرك مد البصر كما أخبر نعم. النبي صلى الله عليه وسلم وفتحت لك طاقه من الجنه وجاءك من روحها وريحها وغير ذلك، فقضيه يونس وهذا التضييق نعم. سيقع لكل واحد منا فالموفق هو من استعد وعمل لمثل هذا اليوم العظيم. نعم. نرجو منكم فضيله الشيخ الوقوف على الايه الكريمه التي كانت سببا في منجاه سيدنا يوسف عليه الصلاه والسلام فلولا ان كان من المسبحين منجاه يونس في بطنه منجاه يونس نعم نعم. في من في منجاتي يونس, يونس, يونس آه. لبث في بطنه إلى يوم يبعث يبعثون ما أعظم هذه الآية ما أعظم هذا الدعاء العظيم الذي نجى يونس عليه الصلاة والسلام فلا بد أيضا أن ترشدنا إلى هذا الدعاء وأمثلتها من الأدعية النبوية م. للأنبياء عليهم الصلاة والسلام لكي تكون سببا لج... نج... نجاتنا في الدنيا وفي الاخره وذلك بعد هذا الفاصل مع فضيله الشيخ عمر سعد الواعظ بدائره الشؤون الاسلاميه والعمل الخيري في دبي مرحبا بكم مرة أخرى في برنامجنا رحمة للعالمين مع فضيلة الشيخ عمر سعد وحديثه عن سيدنا يونس عليه الصلاة والسلام ولقد وقف مشكورا على ذلك الدعاء العظيم الذي ناجى فيها سيدنا يونس عليه الصلاة والسلام ربه في بطن الحوت لولا أن كان من المسبحين وهي قوله تعالى لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين تكرر في أول أمر مع سيدنا آدم. لا. وبعد ذلك مع سيدنا يونس وقد وردت في أحاديث كثيرة فكأن هذه المناجاة مناجاة جميع الأنبياء وجميع الأولياء ولا بد أن يختفي وراء هذا الأمر أسرار. كثيره وتتجلى منها انوار عظيمه تنجينا ان شاء الله من كثير من المهالك والمعاطب وتنجي الامه مما تعانيها اليوم من جراح وافراح نعم لا شك ان هذا الدعاء دعاء عظيم دعاء يونس ويعني وهو في بطن الحوت وكان هذا الدعاء سببا لنجاته التي يعني لو قيل لبعض الناس عن هذا الحال لا قال ان يعني النجاه صفر بالمليون ان ينجو انسان في بطن الحوت قد نزل به هذه المنازل في غمرات البحار ولكن الله الله على كل شيء قدير سبحانه وتعالى وهذا الدعاء من اعظم الادعيه هذا الدعاء الذي دعا به يونس عليه الصلاه والسلام ولا شك ان ان دعاء الله سبحانه وتعالى وان الناس في دعاء الله يتفاوتون بعض الدعاء عظيم ولذلك يعني النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يدعو يوما فقال لقد سال الله باسمه الاعظم الذي اذا دعي به اجاب واذا سئل به اعطى. وهذاك الرجل الصالح الذي تقدم ذكره في قصه سليمان <applause> الذي يعني قال الذي عنده علم من الكتاب انا اتيك به قبل ان يرتد اليك طرفك قيل ان هذا الرجل كان عنده اسم الله الاعظم واسم الله الاعظم هو ما اشتمل على حق الله الاعظم وحق الله الاعظم هو في توحيده وفي عبادته وفي في كلمه لا اله الا الله ولذلك يونس لما دعا في بطن حوت ماذا قال؟ فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين يعني هذه قضية ليست خاصة بيونس بل يعني أي مؤمن استنجد بالله سبحانه وتعالى وكانت له أيضا مع الله أحوال حسنة له مع الله أحوال حسنة فإن الله سبحانه وتعالى ماذا يسارع بإجابته سبحانه وتعالى فالله يجيب يعني ويستجيب سبحانه وتعالى لدعائي لدعاء الداعين لكن هذا الدعاء نعم الذي نريد أن نوه عليه أن هذا الدعاء اشتمل على شيئين عظيمين اشتمل على شيئين عظيمين الشيء الأول أنه فيه توسل بالله سبحانه وتعالى بأعظم حقوقه وهي وهو حق عبادته فماذا قال يونس آه لا, لا, لا اله الا انت أم. 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 هذا توسل الى الله سبحانه وتعالى بهذا الحق العظيم إياك وبهذه نعبد. بهذا بهذا الذكر أم. العظيم لا اله الا انت أم. 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 ثم ايضا في هذا الدعاء من اسراره ان فيه هضم للنفس وانه اعترف, أعترف بظلمه انه ماذا انه اعترف بظلمه لذلك إنسان اذا دعا الله سبحانه وتعالى اذا اراد ان يدعو الله بالدعاء العظيم لا يقول مثلا يا رب ارحمني دعاء ما جيد ما لكن لياتي اولا بالتوسلات العظيمه لذلك النبي لما سمع رجلا لما سمع رجلا يدعو يعني على طول رفع يديه وبدا يدعو فماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال عجل هذا ثم ناداه قال اذا دعوت الله سبحانه وتعالى فابدا بتحميد الله <applause> ثم الصلاة على رسول الله ثم ادعو فالإنسان أولا يبدأ بتعظيم الله سبحانه وتعالى بمثل هذا التعظيم مثل هذه الأذكار العظيمة لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا يعني يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الطول والإنام يا كريم يا رحيم هذه التوسلات العظيمة ويضم إلى هذه التوسلات كذلك اعترافه بتقصيره ويعني أنه المذنب أنه الظالم أنه كذا فهذا من أعظم أسباب ماذا من أعظم أسباب إجابة الدعاء ولذلك يعني لو وقفنا عند دعاء من أدعية ألا وهو الاستغفار يعني الاستغفار على مراتب مثلا أن تقول استغفر الله هذا يعني المرتبة الدنيا في الاستغفار مرتبة الدنيا لأن أنت هنا سألت الله سبحانه وتعالى ماذا المغفرة لكن ما سألت الله سبحانه وتعالى المغفره بتعظيمه اولا ولا باقرارك بالذنب ولكن مع ذلك الاستغفار شانه عظيم عظيم فقلت استغفروا ربكم انه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم باموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم انهارا ويقول سبحانه وتعالى مخبرا يعني انه لم يم لم يعذب قوم النبي صلى الله عليه وسلم لسببين نعم. أنه كان معهم وأنهم نعم. كانوا أنهم كانوا ماذا؟ وأنهم كانوا يستغفرون. وما كان الله ليعذبهم وأنت فيه. فيهم, وما كان, كان الله معذبهم وهم يستغفرون. وهم يستغفرون. نعم. مع أنهم كانوا أهل وش... أهل شرك نعم. ومع ذلك الله سبحانه وتعالى رفع يعني رفع. أخر عذابهم بسبب ماذا؟ بسبب استغفارهم. نعم. فهذا الاستغفار مجرد أعظم منه الاستغفار الذي فيه تعظيم لله سبحانه وتعالى. نعم. لذلك جاء في سنن أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قال وهذا ده. الذكر العظيم الاستغفار ينبغي حفظه من قال أستغفر الله الذي لا إله إلا إله هو الحي الله القيوم الله وأتوب إليه غفر الله له وإن كان فر من الزحف يعني إذا كان فر من الزحف والفرار من الزحف الكبائر من الكبائر فإن الله سبحانه وتعالى يغفر له هذا الاستغفار يختلف عن الاستغفار الأول لأن فيه تعظيما لله سبحانه وتعالى القسم الثالث من الاستغفار الذي وصفه النبي صلى الله عليه وسلم بماذا؟ بسيد الاستغفار أيوة هذا القسم الثاني يغفر لك ذنبك حتى لو فرت من الزحف اما سيد الاستغفار اذا قلته في صباحك ثم مت كنت من اهل الجنه واذا قلته في مسائك ثم مت بعد ذلك لا لا كنت من اهل الجنه ما هو هذا هذا لماذا عظم سيد الاستغفار لانه جمع بين تعظيم الله سبحانه وتعالى وبين ايضا اقرار العبد بذنبه لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال واصفا هذا هذا الاستغفار قال سيد الاستغفار ان تقول اللهم انت ربي شوف شوف تعظيم الله اللهم انت ربي لا اله الا انت خلقتني وانا عبدك وانا على عهدك ووعدك ما استطعت اعوذ بك من شر ما صنعت ابوء لك يعني اعترف لك بذنبي وأبو أبو لك بنعمتك علي نعم. وأبو بذنبي فتأمل في هذا الدعاء نعم. فيه التعظيم لله والاعتراف بالذنب لذلك سماه النبي صلى الله عليه وسلم سيد الإستغفار, نعم. الاستغفار و أبو بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت قال النبي صلى الله عليه وسلم من قالها في الصباح موقنا بها ومات دخل الجنة ومن قالها في المساء وهو موقن بها ثم مات دخل الجنة لذلك نعم. الإنسان يونس عليه الصلاة والسلام كان دعاؤه بهذه المثابة لذلك لا. النبي قال في دعوة ذنون قال لا. صلى الله عليه وسلم دعاء ذ... دعاء ذنون وهو في بطن الحوت لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين ما قالها مؤمن لا. إلا استجاب الله سبحانه وتعالى له يعني إذا واحد منا سيدعو الله سبحانه وتعالى لا. يفتتح دعاءه بمثل هذا التوسل العظيم لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين ويكثر ويكرر ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم لا. ثم يدعو فبإذن الله تعالى تحصل الإجابة لا. سيدنا يونس عليه الصلاة والسلام لا شك أن الله تعالى قد نجاه بمثل هذا التوسل به سبحانه وتعالى ومستعينا بتلك الأدعية العظيمة التي فيها الثناء على الباري بما هو أهله ومما ينبغي علينا ان نقتدي به ثم كتب الله تعالى له النجاه. هل كانت يعني نجاته لهذا الدعاء او سبق ان سيدنا يونس عليه الصلاه والسلام قد تقدم ببعض الاعمال الجليله العظيمه التي ايضا تدخل في باب التوسل والتقرب الى الله. نعم نعم لا شك ان يونس يعني وان استعجل في الامر لكنه نبي عظيم وعابد كريم لرب كريم سبحانه وتعالى ولذلك اشار الله سبحانه وتعالى في الايات فلولا قال سبحانه وتعالى فلولا انه كان من المسبحين للبث في بطنه الى يوم يبعثون، المسبحين ليس فقط في بطن الحوت بل قبل ذلك أيوة وهذا كما قدمنا ذكره في قصة يوسف عليه الصلاة والسلام يعني لما عرضت عليه الفتنة وإلى آخر ذلك لا لا آه الله سبحانه وتعالى ذكر أنه صرف عنه صرف عنه هذه الفتنة بماذا؟ بإخلاصه بإخلاصه لله سبحانه وتعالى وقالت هي تلك قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي ولقد همت به وهم بها لولا كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين وفي قراءة المخلصين فلا شك أن كما يقال صنائع المعروف تقي مصارع السوء وهذا ترى يعني نحب نوجه أو نذكر إخواننا المستمعين والناظرين ليس هذا خاص بالأنبياء أي إنسان له يعني صلة حسنة مع رب العالمين فإن الله يشارع بإجابته وإعانته ودفعه السوء عنه وعلى حسب قدر حالك مع الله سبحانه وتعالى تكون إجابة الله سبحانه وتعالى لك نعود إلى سيدنا يونس عليه الصلاة والسلام وبعد أن ناجى الله تعالى في الظلمات بهذا الدعاء العظيم وارتهجت بها لسانه وحاله ومقاله لفظه الحوت إلى الساحل ثم ماذا؟ نعم نفضه الحوت كما قال سبحانه وتعالى فنادى ف... فنادى في الظلمات ان يعني لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين وكذلك قال سبحانه وتعالى فنبذناه بالعراء وهو سقيم وانبتنا عليه شجره من يقطين انبت الله عليه هذه الشجره اللي هي اليقطين واليقطين هو القرع المعروف يعني او يسمى الدباء القرعة الكبيره المعروفه هذه يعني لانه نبذ بالعراء مكان عاري ما في شجر ما في كذا فالله سبحانه وكان يعني في غايه من التعب والجهد مم. وغير ذلك فانبت الله عليه هذه الشجره شجره يقطين يتميز بانه لا ساق له وانما شجره تمتد واوراقها كبيره فغطته وانبتنا عليه شجره من يقطين نعم وهذه اليقطينه يعني غطته وكانت يعني مثل الحمايه وغير ذلك واذا نعم لعله اذا قام أه لا ادري انا لم يرد أه قد يكون قد اكل منها ولكن اليقطين نعم من باب الفائده كان نعم النبي يحبها سبحان الله تسمى الدباء نعم كما جاء في البخاري نعم حديث انس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم نعم يتتبع الدباء في الصحفه نعم يقول انس فلا زلت يقول انس فلا زلت احب الدباء منذ رايت رسول الله رسول الله صلى الله عليه وسلم ياكلها او يحبها احب الطعام, الطعام انس من حبه لرسول الله احب الطعام الذي احبه النبي صلى الله عليه وسلم ثم كان بعد ذلك قال سبحانه وتعالى في نفس الايات وارسلناه الى مئة الف او يزيدون فامنوا فمتعناهم الى حين اكرمه الله سبحانه وتعالى بايمان قومه نعم ويعني وتمتعوا ما شاء الله سبحانه وتعالى أن يعني يتمتعوا في هذه الدنيا نسأل الله سبحانه وتعالى أن يمتعنا في هذه الدنيا متاعا حسنا وقد وعد الله سبحانه وتعالى أن من استغفره واتقى فسوف يمتعه في هذه الدنيا متاعا حسنا يقول الشافعي وقد متعنا الله في هذه الدنيا متاعا حسنا نسأل الله سبحانه وتعالى أن يلهمنا هذا الدعاء اناء الليل واطراف النهار لكي يكون لنا من كل ضيق فرجا ومخرجا، لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين، وبقيه الادعيه النبويه التي جرت على السنه الرسل والانبياء في كتاب الله تعالى، وكذلك تلك الادعيه الماثوره على لسانه عليه الصلاه والسلام. اناء الليل واطراف النهر شكرا لفضيله الشيخ الجليل الاستاذ عمر سعد حفظه الله ورعاه على هذه الاتحافات السنيه الجميله والمعاني الدقيقه في هذه القصه قصه سيدنا يونس عليه وعلى نبينا الصلاه والسلام و باسمكم جميعا نشكره ونامل ان شاء الله ان نلتقي به في الحلقه القادمه مع بقيه الانبياء عليهم وعلى نبينا الف صلاه والف سلام